امتحانات وتعذر عليهم الحضور. احنا نقول لكم مرحبا بكم، معليش ان شاء الله احنا في الخير علينا المجاهد كل خطره نلحقوا نداءنا من هذا المنبر. نشكر مدام الداد اللي كل يوم مسانده معانا في الجمعيه. احنا اليوم راح يكون يوم تحسيسي مع دكتور سعداوي وسيده كريمه فركاش، ان شاء الله نلقاو اذان صاغيه من هذا المنبر. يعطيكم صح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر منتدى المجاهد على هذه يعني القاعة اللي أعطاها لنا، ونشكر تاني الدكتور سعداوي، هو رفيق الدرب يعني معاكم ومعانا، يعني من أنا نشفى الدكتور سعداوي هو معانا يعني من 2012، من 2012 هو معانا. ما ننساش السيدة سميرة فكراش أخصائية نفسانية، هي الدرب تاعها يعني كبير معايا يعني من وقت 2004، يعني كانت الآخر كان الوالد تاعها الله يرحمه برحمته الواسعة، كان هو اللي كان يساندنا في الغرب، بعد ولات هي يعني دكتورة سميرة. دونك حنا كجمعية، كرؤساء جمعيات، كأولياء، حنا داخلين في الأمراض النادرة نهضروا يعني ونديروا أيام تحسيسية باش تعرف الدولة تاعنا، يعني السلطات المعنية باش تعرف بلي كاين هنا مرضى عندهم أمراض نادرة، كاين أولياء هما اللي راهم يعانيوا أكثر من يعني الأخر. أنا كأم يعني عانيت أكثر من ما عانوا الناس اللي عندهم أطفالهم عاديين، يعني من نظرة المجتمع، من نظرة السلطات، من نظرة يعني المعلمين، من نظرة يعني من المحيط تاعنا هذايا. أنا واش نقول لكم، أنا كأم دوك نهضر معاكم، إحنا كوما نبداوش يعني نبداو من بكري وأنا نهضر، ما نهضروش وما نتكلموش وما نديروش أي تحسيسية، والأولياء ما يقفوش معانا وحنا ما نقفوش معاهم، ما نقدروا نديروا والو. إحنا ما تنساوش في 2012 كانت جات التعليمة اللي طولكم الحليب، ودرتوا يعني واش درتوا في يعني في الباري والآخر. ثاني هذه المرة يعني رئيس الجمهورية اللي مد صدى للأمراض النادرة، أعطى لهم الصدى كبير، لازم كل اللي عنده مرض نادر يتصل يا بيا أنا، يا بجمعية سنتروم، يا بجمعية فينيسيتورين السيدة مشري. هاني نقول لكم بلي هاد يعني كوما ما نطالبوش بهذوما الامراض، بهذوما يعني بالدواء، يعني ماشي غير فينين، كاين الاشبيان، لا مالادي دكوشي، لا مالادي فابغي، لا مالادي الام بي اس، لا مالادي تاني سيتيناز، هذيك سيتيناز، لا مالادي سيتيناز، كوما تكونش هي ما نكونوش حنا يد ساغية، ماشي حنا نقولوا غير حنا اولياء اللي انا نجو، مي كاين اولياء اللي راهم قاعدين في الاخر، سميني في الوطن في 58 ولايه. دونك على هذه اللي حنايا درنا اليوم في المنتدى المجاهد باش الناس تسمعنا وتسمعنا السلطات المعنيه. ما تنساوش اليوم وزاره الصحه راهي عيطت باش دير تشاور، او راح واحد من عندكم انتم يعني تاع لافينين اللي راح ليها وتما راح يدير معاهم يعني غنيه. دونك ان شاء الله يكونوا يعني يسمعوا كل الامراض النادره. هما قالوا كان التنين 22 128 مرض، هي حنا نقولوا كاين اكثر من 5000 مرض نادر اللي هنا في الجزائر. ونشكركم ونشكر الدكتور احمد اللي اتصل لي وصل دوك هذيك، يعني تفضل، شكرا، يعطيك الصحه. دوك حنايا دوك الدكتور سعداوي هو اللي راح يهضر معكم، ومن بعد تهضر معكم الاخصائيه النفسانيه الدكتوره سميرة فكراش. بسم الله الرحمن الرحيم. الامراض النادره ماشي في الجزائر فقط اللي راهي موجوده، الامراض النادره هذه علاش سموها نادره؟ خاطرش العدد تاعها ما راهوش كبير كيما الامراض الاخرى، كيما مثلا مرض السكري، مرض ضغط الدم، لا ريتونسيون، كيما الامراض اللي نتحسبوا بالملايين العدد تاع المرضى فيهم. هذا المرض النادره خاصيه انها ماهيش كثيره بزاف، يعني يكون حاله في 10000 حاله، في 5000 حاله، بعض الاحيان حاله في المليون تكون، يعني في بلاد كامل نلقاو بالك ربما 20 30 حاله، حتى يعني ما تعداش 10000 حاله
والمشكل تاع هذا الامراض النادره انه انها ما راهيش بعدد كبير يصعب انك تعرف عليها. يعني حاجه اللي تشوف الطبيب ولا الاخصائي ولا الطبيب العام اذا يكون دائما يوميا يشوف حالات يعني يعرفها، حاجه اللي ما يشوفهاش ربما كاين بعض الاحيان انه في طول مده العمل تاعو هذاك الطبيب ما شافش هذيك حاله تاع مثلا الفينيل ولا حاله تاع تيغوزين ولا لوسينوز ولا ويليام بيران ولا اسم هذه الحالات اللي يعني تكون ماشي متواجده كثير، ما تكونش يعني سهل انك تعرفوا عليها. يعني المرض النادر في المرتبه الاولى اللي يعني موجود بكثره خاصه في بعض البلدان مثل كندا ولا هو الفينسيتونوري والتيروزينامي من بعده. يعني وكاين امراض نادره اللي فيها علاج، يعني كيما الفينيل كيما تيغوزين كيما اللوسينوس كيما يعني خاصة الفينيل، لو كان نعرفوا المرضى على المبكر يتعالج بريزون شارج تاع الطفل تكون يعني تكفل به يكون طفل عادي. يعني كيما عندنا حالات كثيرة هنايا سواء في العالم ولا حتى عندنا في الجزائر، يعني الحالات اللي عرفنا لهم على كاين امتلاحية على البكري راهم عاديين، ما كانش فرق بينهم بين اي طفل ما عادي، يعني يكون في وسط اطفال يدخل يتمدرس يعيش حياه عاديه بفضل تشخيص مبكر وبريزون شارج يعني تكفل على البكري بالمرضى تاعو. يعني انا علاش حابين اون دو ميتر لو باكي يعني نحطوا كاع الامكانيات في هذه الحالات اللي يقولوهم سوفاب. يعني حنا لما نريكيبيريو يعني نتجنبوا طفل معاق رانا في الفائده، في الفائده سواء للطفل سواء للاسره تاعو سواء للمجتمع. يعني علاش لازم نخدموا مليح على هذه الامراض النادره خاصه اللي فيهم علاج باش يكون عندنا نتائج مليحه. يعني ربما بالك نعاودوا نزيدوا حتى من بعد الاسئله ولا كيفاش يكونوا كيفاش يكونوا بها الامراض نادره. يعني خص لنا يعني واش نقدروا نقولوا يعني انه هذا التكفل علاش يعني حقيقة التكفل تاعهم يكلف كثير. يعني لي بارو يعني اولياء عاديين ما يقدروش ياخذوا اون شارج هذا المرض هما. سي بور سا يعني لازم تكون هناك تكفل من طرف المجتمع باش يقدروا ياخذوا اون شارج هذا المرضى. والخاصية تاعهم ثانية هذا الامر انها يعني وراثية، يكون ماشي كما الامراض الاخرى. يعني احتمال كي مرض واحد ما يكونش احتمال اخر يمرضوا الاخرين. يعني كيف العائله كي يظهر واحد من هذه الامراض النادره يعني كاين احتمال انه خوه ولا اخته ولا الاخر يكون عندهم المرض ولا يجوا. هذا هو البروبليم تاعهم في هذه الامراض انه يكونوا اعداد كثيره، واحد في الواحد مريض راهو صعيب على العائله. ايماجين يكون تخيل انه ثلاثه زوج ولا ثلاثه يعني نشوف الصعوبه تاع لا بريزون شارج تاعو سواء من جانب العائله ولا من جانب المجتمع. كما العائله تاع بوري يعني ماشي يعني نقول الجمريت الثاني الثالث الرابع يعني جا عادي من غير ما لا الثالث عادي الثالث اسكو كاين تحليل الرابع الثالث والاخر سي ماشي دو نيسونس الكبير. طب اسكو كي جاك الاول والثاني الثالث علاش يعني ما دارش تحليل ما قالولهاش ولا لا الثالث اكتشفناها هما لما عرفوا في الزوج الكبار يعني عرفوا المرض خلاص كان يعني حاله متقدمه يعني العمر الاخر كان مي مع السونس الاخرانيه هذه بما ان خلاص عرفنا شنو هو المرض عند الخواتها التحليل عرفناه بدات لابريزون شارج منذ الولاده تشخيص مبكر يتسمى الحمد لله الحمد لله سلكت ها عليك الى وصلت هكذا في لابريزون شارج ما كانش اهمال في لابريزون شارج تاعها نورمالمون خلاص ما نقدروا نقولوا كما هي كما ربما راهي بلوز انتيليجونت على دوطخ اونفون من راهي اكثر خير من اللي راهم كما هي في العمر تاعها الحمد لله. السيده بوركيزه ثالث عندها بنتها خديجه دونك ماشي مقدمه في الاخر باغابور اللي قالت سيرين سيرين يعني راهي غير مع البورتابل الانترنت عام ونص خليها عام ونص بدات فيها لا بريزون شارج عام ونص خديجه
18 شهر دونك ماشي هي بيت ما كانت بزاف يعني الامكانيات اللي كانوا عندها سي نورمال النتيجه تكون بسبب عاود تكون لازم تاع البكري نعرفوا المرض قلنا كل تكفل به دو بون كاليتي سما حاجه كنت تكفل مليح يعني لازم يكون التحاليل تاعو كيما مرض السكر كي يكون السكر تاعو مليح راح ما يكونوش مضاعفات نعطي مثال هما تن هذا الفينيل لما يكون الفينيل تاعهم يعني عادي مليح ما راحش ياثر لهم على التطور الذهني تاعهم والحركي هذا يعني سي لاكا يعني تكون هي تكون كعلة لاباس عليها بصح انا بالنسبه ليا انايا كي كانت صغيره كانت ما تفهم والو بالنسبه ل 10 سنين و 12 سنه عاد تفهم خير من اللي كانت ما تفهم ياسر لوكيبي خاطر الفينيل ما طلعتش من 15 هذه يعني احنا 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 كاين امور يعني نقدروا نقولوا واش نكيبي واش نسترجعوا هذاك خاصه سورتو سور لو بلان بسيكولوجيك نورو كوجنيتيف تما بسيكولوج تهضر لي ميو بلان تهضر هنا تشوف مع الحالات اللي قالوا لهم توحد سي مشكل تاع سلوك يدخل دي كومبورتمون يعني كي يجونا الطفل يقول لك راهو في عالم واحد اخر ما البسيكولوج ما تخدم معاه يولي عند البسيكاتري يولي عند اسمو بمجرد انه انيكيليبري وابخي ام ولا تقول لك جاي يخزر فيا يهضر معاه بدا يجاوبني وبسيغ البلان تما على البسيكولوج تنتقيم تلقى بلي كاين نتائج راهو ريكوبيري سيغ تما هذه هي اسي امبورتون كاين مع الباش كاين امثله بزاف يكون معوق حركيا مع كيولي يقعد يولي هذا ما يسمى سيدي دي تيمونياج علاش يسموها مالادي كيورابل مرض مهم كثير انه ناخذوه ان شارج تما اون فا سوفي اي ايفيتي نجتنبوا الاعاقه عند الطفل الذهنيه ولا الحركيه علاش الفو لازم التشخيص المبكر الى بريز اون شارج المليح باش تاخذ في ليجين تاعها وما بديش صالح لي هذا شويه كانت صغيره هذا كلش غبار 4 سنين هذه عندها 4 سنين يعني عندها 6 سنين وهذا ما هضرش ما عندهاش غوناج ايه هادو خاطرش باسكو كيما نقولوا لي ديغا صرا مع الفيل كي كان طالع في الاعوام الاولى الشهور الاولى العوام الاولى خلاص صرا ولا لي ديغا صرا والكوارث هذوك تاع الفيل اللي كيطلع يعني هذوك ما راهمش هذوك دوك كيما حنا لما يجي زلزال يهدم لنا اون فيل مدينه على حساب الزلزال الى هدمنا كاع مدينه يصعب مع الوقت باش نعاودوا نبنيوها من جديد داك ماشي كيما يحطم لنا عماره عمارتين ولا تجي ساهل لا ريكوبيراسيون على حسب لي ديغا الاول هذاك اللي صرا هاليك ايه ومع الخدمه في النوع كونيتيف في الاخر كاين حتى خدمه تاع الاولياء مع المختص النفساني الاوتوفوني يعني اختصاصات كثيره اللي ياخذوا اون شارج هذاك الطفل الصغير مع الحميه تاعو والدواء تاعو اللي راهو ياخذها سي ما سي با فاسيل مي ريكوبير ميم خديجه تاخذ حصص يعني اورثوفونيه عندي في الجمعيه يعني عندي زوج خطرات في السمانه ثلاثه زوج خطرات في السمانه يعني اللي تجي دير حصص تاعها تكون الاخصائي الاورثوفوني انا كل مره عندي جدد يعني ما عنديش يعني يقعدوا عندي عامين من عامين يروحوا يعني لي بوست بيجيتال دونك انا عندي لا ميم دونك يخدموا معاها ومن بعد سي بون بعد تقطع ومن بعد يقولوا يخدموا معاها pour ça la prise en charge la prise en charge ماهيش سهله لازم نقول مراكز هذه مرجعيه لي سونتر هادو سبيسياليزي لي سونتر ملتي ديسيبلينير يعني مراكز تاع عدد الاختصاصات في لا بريزون شارج تاع هذا النوع من الامراض يعني يكون اختصاصات كثيره طبيه نفسيه مخبار يعني البسيكولوج المهم لازم ريدوكاسيون تاع الرياضه الكينيزي ثيرابوت الطبيب تاع الاطفال الطبيب تاع بزاف الامور يعني يدخلوا في لا بريزون شارج تاع هذا الطفل باش نقدروا نريكوبيريو فيه ولا نصلحوا من واش دارت المرض هذاك تاعو النادر تاعو كان الاخصائي النفسي دونك سي ما فيش deuxième question, en ce qui concerne le dépistage précoce. Mmh. Là, je vais quand j'ai un dépistage précoce, dès que la naissance,
هاد السيدة كيستيون نفس الأسئلة رانا في 10 سنين نسألهم قالوا نفس الأجوبة رانا ندورو مالوغوزمون بالك ربما يكون إن شاء الله هي شوف نبداو بالسؤال علاش ما عندناش دي سونتر دو ديبيستاج بريكوس ما عندناش باسكو هذا الديبيستاج التشخيص المبكر سيت بروغرام برنامج لازم يندار وهذا برنامج يعني ماش ربما مازال يبا ما عندناش البون سونسيبيليزاسيون ولا ما عرفناش وعلاش ما تحققش في بلادنا مازال الوغ كو كاين في بلدان كثيره راهم يديروه يعني احنا رانا في 2012 يعني رانا 10 سنين قريب وحنا نجرو مع الجمعيات مع الاطباء مع الاختصاصيين هذو باش نديروا لا بريز اون شارج هذه بريكوس غراس ديغنوستيك بريكوس ما نديروا هكذا في هذه الحالات يعني كل مزيود نحوسوا عنده هذا المرض يعني باش فكره شنو هذا التشخيص المبكر تلخيش سي لو ديبيستاج نيوناتال سيستيماتيك بريكوس سي اسمه السكرينينغ دونك سي لي ان سي انبورن دونك سكرينينغ سي التشخيص بعد الولاده يعني بما ان هذه الامراض نادره ما نقدرش نعرفوها وكي يظهروا يكون تخوطا دونك اكتشفوا الطريقه هذه قال لك حنا نروحوا نحوسوا على المرض ما نستناش حتى المرض يجينا هذه هي ستين ميثود عليك جو شيرش جو شيرش لانومالي قبل ما تصرا سي داخله في لا بريفونسيون داخله سي لا سي اون سي نوتر فاسون دو ميديسين دو فوار ما تستناش المرض باش تعرف عليه تروح انت تحوس عليه افيك لي ميثود لي مويان اللي عندك وتروح تحوس ما نحوش على توت لي مالادي نحوس على المرض اللي على بالي لو كان كي نلقاه نداويه نيفيتي الاعاقه دوك في عود حتى يجيني طفل بالتخلف ومعوق ونروح نحوس يجيني طفل صحيح و جو في اونتيسيبي نستبق نستبق قبل ما يبدا المرض سي دي ميثود كي كوت با شير يعني ندير قطره في الدم نحللها في لاباراي ونلقى هذاك المرض عنده نعرف بلي عنده هذاك المرض دونك جو ديكلا ونبدا لا بريزون شارج تاعي اي جيفيت نجتنب المرض هذاك خرج لي نيجاتيف سي بون دونك وزيد هذه ماشي حاجه هذه راهي مستينات بدات يعني مستينات بدات الولايات المتحده مع فرنسا اوروبا وبدات تتعمم حنا حابين نجيبوها هنايا نبداو بدي مرضي ما نبداوش حاجه غير نبداو يعني بالتدريج خاطر كاين سيغتان في بعض البلدان يديروا حتى 20 50 كل بلد شحال 40 مرض لان التقنيه تطورت ورجعت سال حنا نبداو معليش ولكن بحاجه بسيطه نبداو تاع الغده تاع الرقي ليبوتيرويدي خاطر هذه ثاني تعالج ونبداو بال لا فينيل سيتونوري وما كنبداو نمشيو بشويه شويه الامراض الاخرى واحد اخرى والسؤال تاعي قلت لي تاعك ايه لي سونتر بور لانستون ما كاينش ان سونتر باسكو سي فريمون لي مويان دياغنوستيك كانوا قلال والغاشي ما يخموش في الاطباء ما يخموش في هذا المرض دوك ما نكتشفوهمش هذا الامراض يبانوا قلال هي في الحقيقه لو كان نبحثوا نلقاو عدد اكبر حتى 20 100 ضعف على العدد اللي راهو هنا لو كان سي اون فيغ لو ديبيستاج هذه هي دوك المراكز ما كاينش مركز هي سيغتان سون سيغتان زوبيتو بعض المراكز الصحيه بعض المستشفيات يهتموا بهذه الامراض بهذه الامراض وياخذوهم اون شارج بصح باش نقول مركز يعني باسم المركز افيك ان بيجي سبيسيال بوغ سا دي بيرسونال ميديكال يعني طاقم طبي اختصاص لهذا الشيء وسما مركز لهذا الشيء ما عندناش في الجزائر عندنا شغل مصلحه يونيتي ولا حتى انه كونسلتاسيون سبيسياليزي مخصص لهذه الامراض في قطاع دونتال سيرفيس تسمى ماهيش فريمون مركز انديبوندون باين بوغ سا عندنا يونيتي ولا مصلحه يعني يهتم بهذا الامراض المرضى ما نقول ما كاش سلامة J'ai plus appris que. C'est vrai que le dépistage
en Algérie, il reste un problème, parce que la plupart des tests se font à l'étranger. Mais le problème, c'est après le dépistage. Comme il a dit le monsieur, maintenant j'ai son truc de dépistage, il a dit, c'est qu'il une fois le diagnostic est posé, non seulement il y a un problème de prise en charge précoce, on n'a pas d'établissement spécialisé où même les associations qui existent, elles font un effort draconien, certes, mais ça reste insuffisant. Et puis, ça sert à quoi de dire aux parents que votre fils ou votre enfant a cette maladie si on n'arrive même pas à le nourrir correctement? Alors qu'on sait que ce genre de maladie dépend essentiellement de la nourriture, du régime alimentaire qui prend l'enfant. Donc je pense qu'il y a un très grand effort qui doit se faire dans ce sens, c'est reconnaître ces maladies en tant que maladie à part entière, et puis les reconnaître au niveau des assurances, parce que j'ai toujours souhaité, j'ai assisté plusieurs séminaires organisés par Madame Medet, et j'ai toujours souhaité qu'il y ait des personnes, des responsables de la CNAS, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, pour que cette maladie soit réellement cette maladie et d'autres maladies telles que celle-là, prises en charge correctement. Parce que un enfant qu'on nourrit pas correctement, à quoi ça sert de lui faire une rééducation, là, à quoi ça sert de ça veut dire il y a des lacunes, donc ça veut dire que si on n'arrive pas à nourrir correctement son enfant, qu'est-ce qu'on doit lui offrir d'autre? Alors que normalement, ça devait être pris en charge par l'assurance. Faisa, je vous invite à prendre, ça veut dire à vous orienter spécialement vers la case orale et le ministère du Travail et la Sécurité sociale. Tant que ces maladies ne sont pas reconnues, tant que maladie à part entière, c'est un peu comme donc ça ne sert à rien de faire du dépistage. Et puis, moi, j'ai oublié de combien que j'ai d'aimout. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir un statut pour les maladies. Exactement. Il faut donner le statut. Comme des maladies chroniques. Une maladie musmina. Oui. Ou tu te trouves la prise en charge. C'est une politique de santé. Ma colouche, ça ne sert à rien de faire le dépistage parce que ma cache prise en charge. Non, c'est une façon extrême de parler, de dire. Voilà. Exactement. Au contraire, il y a eu des acquisitions. On a sur le terrain, peut-être que les parents sont mieux placés, qu'un homme ait touché les mixtures. كانوا ما يعطونهمش الميكستور غراتويتمون كانوا ما يرفدوش بعدك مع لي دوموند دي اسوسياسيون خرجوا اي زون مانيفيستي اي ديرنييرمون خرج لو ستاتيو هذاك تاع وين لا بريزون شارج دي مالادي رار و لا نوريتور تاعهم اكسيتيرا اكسيتيرا سي ريست انسوفيزون سي دي ساكي سيرت باسكو سي مالادي سا توش لي زونفون وماهمش تري فريكونت ماهمش متوفرين ماشي كيما كيما الكونسير كيما لي سوز رينال كيما بعض الامراض راهم بزاف كاينين تما كاين une demande importante, plus importante sur le terrain, pour convaincre les autorités, sur le terrain plus, faire connaître les maladies, sur le terrain pour récupérer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire que مع الوزارة الصحة مع الوزارات كامل مع حتى الرئاسة الحقول الرئاسة الخدمة كاع هذه اللي داروها جابت نتائج اون دوموند بلوس حنا ماذا بينا اكثر واش النتائج انه دوكا الحمد لله كي يجيني انا فيني ولا يجيني واحد مريض كي ندير سيرتيفيكا نبعثو للسونتر اللي قريب ليه يروح يعدي عنده حقه في انه يرفد هذيك الاربع بايط حنا حابين اكثر تاع لي ميكستور هادو سي ديسبونيبل سي ديسبونيبل الحمد لله سي ديسبونيبل ديجا هادي بالكم على دوك الجمعيه الخبر تهضر لكم الديتاي مي انا واش نشوف انا واش راه يرجع لي انه كي ندوموندي راه يقول لك راهم كاين دوك لما تعطي لك بلوس دو انفورماسيون الجمعيه تعطوا لك الانفورماسيون على بون الحمد لله طون اسوسياسيون فينيسي تونوري نقدر نقول لك في هذا الربع سنين الاخرين وغاس لي جورني اللي ديرهم مدام مداد كل 28 فبراير الحمد لله كاين تنسيق كاين نقص ما نقولوش راهو اون بريزون شارج 100% بصح الحمد لله بارابور واش كنا دوكا المريض لي ميكستور راهو يديها على مستوى وين يسكن ومن قرار رئيس الجمهوريه الاخر واليوم كان عندنا دعوه في وزاره الصحه انه قلنا لهم حنا قدرنا طالب
ما يديروش الخدمة هكاك وحدهم بالتنسيق مع الجمعية، والحمد لله كان فينا اتصال مع الصيدلانية المركزية ووزارة الصحة، وين كان ممثل تاعنا سيد محمد عجوج اللي راهو متواجد دوكا في وزارة الصحة باش يكون تنسيق على المواد الغذائية هذه، وان شاء الله تكون خدمة. وحنا دوكا كي ما نقدروش نهضروا على دي بيستاج كو عندنا دي مرض اللي راهم جيعانين، هذا هو النداء. احنا هذا واش قلنا، احنا ضربنا وعملنا باش نوفروا لهادو اللي الحمد لله كما يقولوا اللي طفرت فيهم لسوء الحظ، وان شاء الله ربي يشفيهم. احنا دوكا عندنا امل في هاد ولادنا سامي سيرين سندس عبد القادر، ان شاء الله هما امل الجزائر اللي رانا تاكلين عليهم، ان شاء الله راهم متمدرسين عاديين، نوفروا لهم الاكل باش ان شاء الله نخدموا على اللي راهم جايين باش يكون دي بيستاج دو ناسونس ان شاء الله يا ربي. هي جوست بتي كومونتير بور لو ديبيستاج، ماشي قول دير هادي وبعدك هادي، سي دو شوز ديفيرون. ماشي قول اسنا نجيب هادي وبعدك نروح موراها نروح للديبيستاج ولا نروح للاخر. هذاك سي تان فولي بريفونتيف، هذا فولي بريزون شارج، تسمى هذا الجانب تاع الوقايه تاع التجنب، تسمى داخله في وسمو، وكاين لو كوتي تاع العلاج. يعني حتى انه في التقسيم كاين ديريكسيون دو بريفونسيون، كاين ديريكسيون تاع الثيرابوتيك بريزون شارج، يعني كل جهه تعمل العمل تاعها. يعني لا بريفونسيون الوقايه، دير هذا الديبيستاج ودير هذا كيما راه يدير لي فاكسيناسيون باش الوقايه كونتر المرض. هذا الديبيستاج نقدروا نسموه كوم ان فاكسان باش نيفيتي، ماشي نيفيتي يعني نعترفوا فاكسان كونتر الانديكاب، كانه تلقيح ضد الاعاقه. كي نعرف المرض على البكري ناخذوا اون شارج، يعني هذه عندها مهمه كثير كيما العلاج. يعني لي مريض لما نعرف المريض صح لازم نوفر له العلاج، بصح لازم يكون علاج دو كاليتي اون فيزون لو ديبيستاج، يعني هذوما لازم يكونوا في نفس الوقت باراليل. هي تشوف هذا الطريقه هذه حتى في البلدان الاوروبيه، يعني حتى في امراض نادره، حتى يعني في المثال هذا تاع فرنسا لي انفاس اللي قريبه، يعني اللي عندنا فكره عليها هذا لي مرضي هذوما، كانت جمعيه هي اللي بدات تاع المرضى بدات، وهي راهي جمعيه مستقيه لله، هي اللي راهي تسير هذا الامراض النادره الفيني اوتر، هما اللي راهو يتابعوا مع الوزاره مختلف الوزارات، وراهم يسيروا وداروا هذا مع يعني الداخل مع الاطباء مع المختصين مع تاع الجمعيات مع السوسيولوج مع مختلف الاختصاصات باش حطوا اون بلاس هاد لا بريزون شارج تاع، يعني انها ماشي سهل سي سا. Il y a 10 ans de ça, par exemple, les maladies ciliaires, on n'entend pas parler. Maintenant, beaucoup de personnes sont ciliaires. Donc, les maladies rares, ça devient de plus en plus fréquent, à part qu'elles deviennent chimiques. باسكو ميا ديال باسكو رانا باسكو رانا دوكا كي نعرفوا حاجه سهل انه بليس سي سهل، حاجه ما نعرفهاش ما نلقاهاش سي سهل، هذا هي معنى دوكا كي نعرفوا نروحوا نحوسوا عليه دوك نلقاو نعرفوا تسمى سي سهل، يعني لي مويان ديغنوستيك تطوروا لي مويان ديغنوستيك. يعني يا هادي يا مام دوكا راهم كاين ايام تحسيسيه، يا دي جورني سيانتيفيك تاع ميديكال كسوا من كوتي جهه الاطباء، راه ما كاين دوكا دي جورني تاع لي مالادي ميتابوليك، دي جورني تما بدات تدخل في الفكر تاع في لا ميديسين، هاد الامراض بداو كومونس ا سانتيريسي ا سو جونغ دو مالادي، ما دخلت مام في الكورسوس تاع في يعني في البرنامج تاع تكوين الاطباء رجعت الاخر. Très bien. Alors, c'est pas très alaikum. Donc, Madame Meddad et Dr Sadawi, donc, on parlait un petit peu de toute la partie organique, donc, Janib al-Odwi, la maladie Nadira. Lakin, l'an, on a parlé de la tekafoul, nefsi, bi-awliya, l'atfal, li, anoumad, la maladie Nadira. Lakin, Nadira, on a parlé de la maladie Nadira. On a le meilleur cas, yani, Hassan Hala, li,
ام لطفل عنده مرض نادر سي مدام مدال انا جري كونو عرفتها في البدايه قبل ما دار الجمعيه وهي احسن نموذج اللي يبين لنا انه الانسان عنده قدره في داخله انه يتلقى الصدمه ويعاود يرفض روحه بعد الصدمه. الصدمه هي كانت كي قبل ما يشخصوا لها الحاله تاع احمد وفيما بعد عندما شخصوه لها وما كانش التكفل به. يعني الاصعب الاولياء هو انه عارفه انه الابن ديالك ولا البنت ديالك عندها مشكل وماكيش عارفه شنو هو. فيما بعد عندك عارفه شنو هو المرض لكن كيفاش نتكفل به وكيفاش نعتني به وكيفاش نكمل حياتي معاه بهذا المرض وما عنديش الاجابات او انه الاجابات تكون ناقصه كما تكلمتوا مثلا على انه على شكل الاورتوفونيسي تبدل كونت يابا سويفي كونتينيو سي فري كو سي ان بروبليم. فهاد التكفل النفسي بالاولياء لازم يدخل في اطار هذه الاستراتيجيه الان اللي راح تكون الامراض النادره. يعني ما تكلموش فقط على الطفل اللي عنده المرض النادر لكن الاولياء هادو هاد الاولياء راهم عندهم يعني احاسيس عندهم مشاعر عندهم حياة يومية راهم يعيشوها وكاين متطلبات اقتصادية أيضا لأنه نعرفوا أنه كيكون عندنا طفل عنده مرض نادر عندنا تكلفة أكثر دواء غالي كما قالت السيدة الأكل ديالو لازم يكون متوازن دونك عناية أكثر بهذا الطفل ولي بارون خاصة نلقاو أنه في كثير من الحالات كي الأم كي الأب يلقى روحه يعني أطراف كثيرة يتجبد فيها وكيفاش أون في فاس الحياة هذه اليومية ومتطلبات الحياة اليومية وخاصة المشكل الكبير اللي فيما بعد يعني عندما خاصة يوصل الطفل هذا لسن التمدرس وين مشكل كبير لأن الصد من قبل الطاقم التربوي عندك الصد من قبل الجيران من قبل الزملاء إلى آخره ونظرة المجتمع اللي كل ما تلاقيه بشخص لازم مسكينة هذيك نظرة العطف وهذيك تعاودي تحكي لهم واش صرا لك وكيفاش عرفتي التشخيص وكيفاش راكي تعيشي يومياتك اكسترا لكن هما يروحوا انت مازال هاد الاشياء هذه تعاودي تعيشيها يعني تعاودي تعيشي الم الصدمه وهذاك الم الصدمه هذاك اذا ما كانش مراكز اللي تتكفل بهاد الاولياء يا با دو سونتر دو بارول يعني مثلا مراكز اللي تسمح بافصاح الكلمه لهاد الاولياء هنا صعيب انه نزالوا حياتنا اليوميه يعني مثلا يعني كل وحده فيكم نهار تتلاقاو كل وحده تفرغ شويه قلبها لكن ما يكفيش نفرغ قلبي لكن كيفاش نعاود نكمل حياتي ونبني روحي بطريقه يعني اكثر ثقه في روحي. مثلا سيده مداد لقات يعني الطريقه تاعها انه دارت الجمعيه و سالوا بيرمي دو يعني هاد لا ريزيليونس انه عاودت رفضت روحها وكملت مشوارها الحياتي واصبحت عندها افاق مستقبليه كيفاش تعاون وليدها لكن تعاون اولاد الاخرين وتعاون تتعرف على امراض نادره اخرى يعني دخل في اطار حتى الثقافه العامه ديالها اللي كانت في الاول اذا كانت تهتم فقط بالويليام بوغال الان تهتم ب انا تعلمت منها كثير من الامراض اللي ما كناش نسمعوا بها لان كما نقولوا امراض نادره مادام ما نتلاقاوش بهم دائما كاين اشياء اللي ما نعرفوهمش فمن خلال عمل الجمعيات رانا نتعلموا وحنا ايضا يعني خلينا نقوم بمجهود اكثر. وهنا دور الاولياء يعني في انه عندما تكون مثلا منخرط في جمعيه مثلا ماهوش فقط اني عضو في هذه الجمعيه فقط بالبطاقه لكن عضو من خلال ان نكون شخص فعال اكثر في الجمعيه وفي المجتمع لان هذا اللي يخلي انه صوتي يوصل اكثر ونعرف ما هي اهتمامات هاد الاولياء لان في كثير من الاحيان ننساو لي بارون ننساو الاولياء نخليهم جانبا ونركز فقط على الطفل هذا انه الطفل هذا لازم له ليكوش لازم له الباكله لازم له دواء معين لازم له عمليه جراحيه معينه لكن ننساو انه هاد الاولياء هادو عندهم طاقه الاستيعاب يعني راهو يعمر 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 في وقت من الاوقات كما كدرتي درتي لو جيست تاع الاكسبلوزيون الانفجار هذا راح ياخذ صيغ مختلفه. كاين الانفجار هذا اللي راح يجيها من ناحيه والدكتور ممكن يعطينا رايه ايضا يجي مالي سيكوسوماتيك دونك سي لا تونسيون سي لو ديابيت سي كاين امراض كثيره نفس الجسميه لي لو غواتر يعني كاين بزاف الامراض كاين دي موتيت كاين دي كرامب نيفو دو لستوما لو كولون اكسيتيرا يعني لو كور تاعنا يقول لك ستوب انا ثاني كاني محتاج انه كش واحد يتكفل بيا راح يكون
عواقب حتى في الحياة العائلية. يعني شفنا دي بارون كي مالوروزمون كي اون ديفورسي ابري كي كون ديكلار اون دياغنوستيك لو كاد ان انفون كي اي مالادي رار سوا في البرومي سوا في لو دوزيام اي سا بو اريفي. كاين نظرة المجتمع ونظرة المجتمع نقولوا الطرف الثالث يعني عائلة الزوجة ولا عائلة الزوج اللي يدخلوا كل واحد يعطي رايه وكل واحد وهذا يأثر على العلاقات الأسرية ويخلي انه تولي مشاحنات ولي خلافات ونزاعات. فاذا ما كانش يعني مرافقة لهذا الأولياء راح يكون صعيب انه نكمل حياتنا ونعاون اكثر وليدنا ولا بنتنا اللي عندها مرض نادر. فلهذا يعني الان من الضروري انه حتى في اطار هذه الاستراتيجيه هذه للتكفل بالامراض النادره ان يكون تكفل بالاولياء هذو يكون مراكز مختصه لتوفر لهم المرافقه من ناحيه نفسيه من ناحيه الاجتماعيه من ناحيه الاقتصاديه ايضا وايضا انه يكون خاصه عندهم يعني توجيهات وتكون عندهم دورات تدريبيه للاولياء خاصه كيفاش يتكفلوا بنفسهم وكيفاش يتكفلوا بابنائهم. لانه التكفل فقط بالطفل وحده والاولياء راهم مرض مرض من ناحيه نفسيه مرض من ناحيه جسميه ما يمكنش انه نتكفل بهذا الطفل هذا وفي وقت من الاوقات نفشل وفي وقت من الاوقات نسدي يا بلو ديسبوار خاصه كي تكون هذا المرض هذا ماهوش معروف مقارنه بامراض اخرى اللي دخل في الامراض النادره اللي تعرفنا عليها وكاين فيها تكفل اكثر بها. فلازم دائما انه يكون يعني عندنا قدرة على انه نرافق هاد الاولياء هادو وانه الاولياء هادو ايضا يفرضوا نفسهم ويقولوا رانا متواجدين ومحتاجين ايضا اذن ساغيه لينا ولمتطلباتنا ولحاجياتنا ايضا من الناحيه الانسانيه والاجتماعيه. ميرسي. يعطيك الصحه دكتوره سلام. انا نشوف قلتم يعني احنا كاولياء دونك عندنا صدمات كما قالت لكم يعني لازم نتحدوا ولازم نديروا اليد في اليد دونك انا عايشين وعايشين ولادنا لازم احنا الثاني عندنا درب كبير يعني طريق كبيره على بالي فيها كاين دودانه فيها طلعه فيها حطه فيها تحبسي وبعد عبد الديماري مي لازم نكون احنا كاولياء نديروا اليد في اليد يعني اداه صغيره للناس اللي هم جايين مورانا. دونك انا كنت انا الاولى ولا كانوا قبلي هما الاولين وجاوا مورانا ناس واحد اخرين باش هاد ما كاينش حنا ولادنا هنا سوفيناهم شويه مي دراري واحد اخرين يتصوفوا يعني باش تكون اداه صغيره للدوله تاعنا يعني والجهات المعنيه. دونك هذا انا واش نقول لكم نشكركم على اللي لبيتوا الدعوه وجيتوا كاولياء. ثاني دكتور سعداوي انا قلت لكم هو يرافقنا من بكري في الدرب تاعو يعني ما عمره ولا بخل علينا ولا قالنا كاش حاجه ولا الاخر توجور معنا يعني مالغي كو يخلي لي كونسلطاسيون تاعو يعني في المستشفى ويجي. ما نساش الدكتوره فكراش ثاني سميره ثاني كي قلت لها يعني حبت تجي واسي معكم مام تنقص لكم شويه من يعني تزيد لكم في المعنويات تاعكم. هذه نشكركم نتوما وشكرا يعني اللي عنده سؤال يهضر يعني يتكلم. دونك اللي حبت تهضر مكاش دونك تهضري. كيفاش نقول كي تعرفنا على المرض مريم ما كانش عندها هذه كريس بيليبسي 2015 مريم ولاو يجيوها هذه كريس بيليبسي 2015 2016 2017 كانوا يجيوها قويين بزاف بعد ولات تشرب كي ولات تشرب دواء دوك راهم يجيوها خفاف. اذا كان الفينين نورمالمون الفينين تاعها كي هذه الخطره كي جاتها الفينين تاعها كي عيرتها كان عندها 14 وفي نهار العيد الصباح جاتها كريس بيليبسي خفيفه. حبيت نعرف انا السؤال حبيت نعرف انا منين هم يجيو هاد لي كليس بيدي منين يجيو الفينيل ما عندش غير تخلف يعني الفينيل ليبيليبسي حتى انه ليكزيما هذيك تاع اللي عند الاخر داخله مع الفينيل دونك بزاف امور الفينيل هذا ماشي غير شغل بزاف فوكو سامبتوم بزاف امور داخله في كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش يعني تقريبا 30% من المرضى عندهم ليبيليبسي يديروا ليبيليبسي يعني ما كيصراو لي ديغا تاع الفينيل في المخ يعني يصراو هذوك لي ديشارج ويصرا ليبيليبسي ليبيليبسي قادره اون فو لا كونترول يعني نقصوا منها ونحيوها بالعلاج تاع في البريجيم تاع الفينيل كيما وين لازم بعض الحين لازم نروحوا للدواء الدواء تاع لي كريس هذه هي تولي شغل
elle va évoluer pour son propre compte. Tu vois, c'est malgré l'épilepsie, tu vois, malgré le sigme ou la phénix, ça a l'air sur les dégâts. Hadek, tu n'as pas de contrôle. الشيفر تاع الفينيل والحالات على المريض يعني قادر كاين 200 و 250 300 تلقاه الطفل راهو كان عادي ممكن بعض الاحيان 28 اجتماع ان شيفر يكون هابط بصح راهو مأثر يعني هذا السي لا توليرونس يسموها الاحتمال تاع الطفل للمرض تسمى هذه اللي كاين اللي يحتمل اكثر كاين اللي ما يحملش المرض هذه كل واحد قدرة الاحتمال تاعه والفيليبسي الأعراض الأخرى كاين مع هذا المرض كاين معاهم في الفيلين عندهم هذا النوع تاع المرض تاع لي سيمبتوم ما لازم تعمل هذا الفيليبسي بصح اسك ليكريز الفيليبسي هذو يقاوموا حياتها ولا بالدواء يروحوا بالدواء وكاين اللي انا خساره شربت الدواء عامين ما جاوهاش عامين خلاص راح نحبسوا الدواء وخلاص وكلش ومن بعد جاتها كي جاتها جاتها ما على باليش جاتها واعره بزاف ما انا ما قدرتش نكمل هذاك الوضع اللي شفتها فيه خرجت باش نديها للسبيطار كي ما كاش باباها باباها ما لحقش بيا ولات تخرج ولا تعوجت رجعت ترد خرجت للجار باش يديني السبيطار ما حبش يديني يسمى بعد انا خرجت بها برا وبديت نسوخ باش كاش واحد يفد لي يديني باش جا ليا باباها كي ديناها للسبيطار ما داروا لها والو قالت لي رجعي للطبيبه تاعك وجبناها بارمي قلت لي ما بيد راك تبيعها في بريفي تروحي لبارمي تشوفي واش تدير لك هذيك الليله جوزناها هكذاك زادت حكمتها في الليل غدوه من داك زاد انا كي رحنا للطبيبه الطبيبه قالت لي زادت لها لا دوز تاع الدواء بلا دوز تاع الدواء هذا هاي تشرب في الدواء بصح كي تتقلق هكا تعود زعما قاعده هكذا تتقلق ولا في الليل تحكمها بصح كي تحكمها تحكمها في حاله ما نقدرش نتحمل هذيك الوضعيه تاعها يعني عاد الدواء لازم يزيدوا لك دواء واحد اخر يزيد ما كاينش انا كنت نفهم ولا زعما هكا طول حياتها هكا تبقى لا فينيل سي اون مالادي كرونيك زعما مرض تاع طول الحياه وكي نكتشفوها على البكري يكون لي ديغا عقل تما كاين دور بريزون شارج بريكوس تما على البكري مازال ما صراوش لي ديغا هذاك تاع الفينيل كي يطلع ما دارش هذاك الاعراض هذاك ما دارش هذوك الحوادث في المخ ما دارش هذوك لي ليزيون ما دارهمش هذوك يعني الامور اللي يديروها في المخ ما صراوش يعني نقدروا نقولوا ما يكونش حاله متطوره هكذا يعني كي نعطلوا شويه الفيلين يطلع يصراو لي ليزيون سيريبرال ومن بعدك تولي دي فوا لا ليزيون كيما مثلا بلاصه ما كانت تحرق لك زربتي بردتي قادر ما يخليكش سيكاتريس مي الا طولتي عليه ولا حرقك بزاف يخلي لا سيكاتريس هذيك سيكاتريس تبقى بعد الحياه هذه هي دونك على حسب لي ليزيون تاعها ومن بعدك تاع الاعصاب واش على حسب الصوت التصوير تاعها ليماجري تاعها كيفاش كاين لي ليزيون لو جي فيها امور وحده اخرى اللي تحدد اسكو تسخى مطوله ولا تبرد بسيكولوج حبيت نسقسي اسكو زعما هذا هكذا تبقى هكا ما تحضرش ولا تحضر Ça dépend entre l'habitat et le neurologue. Quand j'ai dit qu'il y a une série de النطق صافي غير ماما بابا خاوتها تسميهم تحب تاكل وتقول بصح حاجه واحده اخرى ما كان والو لو كاش طال الهضره ما كانش كامل هي بار سويت سي لا جو دو بيرسون داوي جو سي با سون سون افي كاين جانب تاع يعني لي زيماج تاعها تاع لي ار ام لو نورولوج بوغا ديسيدي بور فوا است كو كيل سون لي ليزيون لي صراو يعني كاين مناطق في المخ اللي هي الماده البيضاء في المخ تاعها است كو بار سويت است كو منطقة الكلام است كو نقاست ما نقاستش وباي درجه هذيك اللي تحدد لنا اسكو الطفل هذا اكيل دوغري بوا ريكوبيري اي اسكو راح تقدر اسكو تقدر تتكلم وفي باغ لا سويت كاين اوسي لو سويفي مع لورتوفونيست باسكو سا فا ليدي ا ميو ارتيكولي دونك كيفاش تنطق وكيفاش تنطق ولازم لازم لها مثيرات كثيره يعني ان اونفون اللي عنده اون مالادي غار الى بدو يعني لازم المثيرات اللي نقدموها له كيما كي ننطقوا معاه لازم ننطقوا بطريقه سليمه هذاك اللي راح يعاونها باش تعاود تلقى كيفاش راح تنطق و سي با
par exemple ماشي غير تسني حتى لا سيونس مع الاورتوفونيست من في الدار يفوت تكملي لو طراي فوالا وكي تهضري معها تبقاي تشوفيها يعني كاين اللي تسميوها العلاقه عين عين يعني تشوفي فيها وهي تشوفك وتكوني يوم ميم نيفو يعني ماشيش باغ نتاعك يبقى وهي قاعده نو لازم تكوني يوم ميم نيفو تاعها باش ليماج تقعد لها اي ان موان اوتر حضر بحال كيما قالت تنطقد لك ماما بابا راح تنطق لك كلمات واحد اخرين كاين دي فوا ميم بالك تنطق كلمات ما كيش تسمعيهم باسكو ما تنطقهمش مليح وجاب لك ربي برك سون اللي خرج من عندها مي هي شاك سون عنده معنى فوالا دونك فوالا سي بور سا كو قلنا يعني هاد الامراض هادي هي متعدده الاختصاصات ماهوش فقط باغ اكزومبل لو بيدياتر ولا لو بسيكولوج ولا لورتوفونيست سي متعدده الاختصاصات سي بور سا كو سي تري امبورطون باغ سويت دافوار دي سونتر سبيسياليزي ملتي ديسيبلينار وين مراكز متخصصه متعدده الاختصاصات باش يكون يعني سويفي كومبلي تاع هاد لي زونفون دكتور حبيت نسقسيك وعلاش كيكونوا صغار ما جاوهمش دي كريز وكي وصل 15 سنه وقف لا 13 سنه جاوهم دي كريز فيليبسي هذا هو سي لا ماتوراسيون سيريبرال دي فوا شغل كاين دي كريز بصح ما ظهروش لو كان تسمى في لوجي بانو سي سي ليكسبريسيون سي لا ماتوراسيون علاش دي فوا كيكون في المزال مختعو راهو شغل طري مزال شغل كي يكون كريز ما تبانش دير دي موفمون وين اون فور نو قولو بلي سي با دي كريز الوغ سيتي دي كريز ومن بعد كي يسكر ومع الوقت كي يبدا المخ راهو يتطور دوفيان ماتور يصلح المخ يولي عنده احتياجات اكثر ولازم تكون لا كونيكتيفيتي شغل الاتصالات المخ يعني كيما نقدروا نقولوا كومبلكس ان بواتي تاع اله ولا ان بوست ولا وين لازم مع الوقت لازم تزيد له دي برونشمون وخيوط ومن بعدك معاك يزيد لي برونشمون يولي ما يكفيش مع الفينيل كي يكون راهو خلاص دار لي ديكا تما يروح تبرونشي ما تلقاش بيه تبرونشي يصراو هذوك لي ديغيغلمون تاع المخ مع الوقت على دخله مع لا ماتوراسيون مع النضج تاع المخ تاع الانسان برك دكتور دكتور برك الاطفال اللي كيما هكا داروا الروتار اللي يقدروا يديروا 15 سنه كيما هكا دار اكريز بيليبسي ولا يقدروا اللي يكونوا اطفال عاديين نورمال يوصلوا 15 سنه 16 سنه يديروها شوف طفل لا 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 علاش يا با دي ليزيون سيريبرال سوجيست دونك تقدر دير ايبيليبسي من سبب اخر ماشي بالفعل كيما شغل ايبيليبسي من دوتر كوز من حاجه واحده اخرى كيما سي لو ريسك بور تو الموند كاع حنا هكذا يجيك تراجيك ايبيليبسي ولا بصح الفينيل كي تكون بيان ريغلي بكري كان يقول لك يلحق كبير خلاص من الريجيم يعود ما يديرش الريجيم مي نو دوكا قال لك الفو مانتونير لو ريجيم لو لون طون بوسيبل باش نغارديو هذاك الانتيليجونس تاع الطفل هذاك ما تاثرش في الانتيليجونس تاعو في الكاركتير تاعو دوك فيني كي يكون ديفيستي ولا بدا بكري ما كاش دي ليزيون سيريبرال ما كاش في ليانا تاعو كي نديرو ما لقاوش دي ليزيون يكون كيما هو كيما طفل عادي ما كاين اوكان ريسك بلوس بارابور لو باسكو تتقالك هذاك الشوك وهذيك الخلعه هذيك الخلعه 15 سنه يخمم لازم باش تكون لك 15 سنه تولي فيليبسي كي ما عندها علاقه مع الفيل عندها علاقه مع الفيليبسي الا كانت شكركم يعطيكم الصحة شكرا دكتور سعداوي شكرا سنة الفكراش نشكركم توما نشكر الدكتور بن حميد السيدة ملكة جباري نشكر يعني منتدى المجاهد اللي اختارنا هذه القاعة اللي اختارنا يعني وإن شاء الله تكون أداة ساغية لينا وللمجتمع قاعدك واللي عنده مرض نادر تاني من سمجتينة لو كري دو شان لو كري دو شان اللي راح يتزايد بزاف في الجزائر راهو يعني حالة راهي تتطور بزاف دونك أنا عيت الأولياء اللي جو يعني ما قدروش يتنقلوا يعني ان شاء الله السلطات المعنيه تاخذهم بالعين الاعتبار شكرا على شكرا تفضل Apparemment, il n'y a pas un intérêt. Cache personne et même. J'ai entre nos batailles. Je suis en train de faire des choses.
Thank you.